قيمة تانية من قوائم اللايت اللي هي حاجة اسمها الاتموسفيريك. لو انا حطيت اضاءة وليكن مثلا اضاءة الشمس، فانا هجيب من هنا الستاندرد لايت، هقول له عبارة عن تارجت دايركت. في التارجت دايركت هشيل بس الاوتو جريد دي وادخل اضاءة الشمس من الشباك، فانا هاجي من هنا كده اهو اعمل اضاءة الشمس تمام، وابتدي ان انا اعمل لها موف لفوق. طبعا هي واخدة ايه الشمس تبقى بعيدة، فلما بتحطها كده بس على مسافة بعيدة شوية. في نفس الوقت نقول بقى ارقام الشمس بسرعة كده تاني نراجعها مع بعض. ارقام الشمس اكيد طبعا ليها شادوهات، اكيد الشمس المنطبق بتاعها عالي وليكن 2.5. الشمس بعد كده ما بتاخدش ديكي، الشمس لونها اصفر بسيط. الشمس اوفر شوت صح تمام، وده نكبره كده على قد يغطي الاوضه اللي هو الايه الفلور. لو نزلنا من تحت شويه كده، لو انا جيت رندرت هيطلع المنظر ده. تعالى نعمل بس كده اول حاجه ان الانفايرمنت بتاعتنا لونها فاتح. في حاجه عايز اعملها ان الضلال هنا، عايز اغير بس نوع الضلال ده اخليه حاجه اسمها ريتريس. هنشرح الانواع دي المره الجايه ان شاء الله. هنيجي نحرك بقى زاوية الشمس كده عشان تبين لنا البراد. سوري، طبعا البراد محطوط في الحتة الضلمة تمام. فانا همسكه كده تمام، باين معايا البراد اهو. هبتدي بس ان انا ازود الايه السيجمنت بتاعته شويه واديله ماتيريال تو سايد. الشمس داخله من الشباك، واديله ماتيريال تو سايد واقول له ريندر تمام. تعالى معانا المشهد بالمنظر ده. اولا هو ليه المشهد مظلم؟ عشان احنا اتكلمنا قبل كده ان في حاجه اسمها الاندايركت الومنيشن او اضاءه غير مباشره تمام، وهنشرحها بالتفصيل اكتر فين في الريندر. هنا مفيش اضاءات غير مباشره، مجرد انا بحط الاضاءات غير مباشره المشهد معايا ايه ينور ويبقى واقعي اكتر من كده شويه. انا هوريكم بس كده بسرعه هنت على الاضاءات غير مباشره. انا هفتح الريندر لمنتر ري. في حاجه اسمها كام اسمها اندايركت ايه الومنيشن، هي دي الاضاءات غير مباشره. لو انا جيت رندرت كده هبتدي ان انا بصوا الحته اللي كانت مضلمه في البراد ايه نورت معايا بطريقه احسن. كمان لو انا عايز انور اكتر من كده شويه، انا عندي في نقطه غير مباشره في كذا رقم، من ضمن الارقام دي حاجه اسمها الباونس. هخلي الباونس ده 6. الرندر تاني هتلاحظ ان المشهد نور معانا خالص، والباونس ده معناه ان هو تردد الاشعه جوه المشهد. هنشرح الحاجات دي بالتفصيل في الرندر. دي كده اسمها الاضاءة غير مباشرة، يعني ايه الشمس دخلت قعدت تخبط في الايه في الايه في الانفايرمنت بتاعتنا. ليه بقى البقع وليه الكلام ده كله؟ ده مش وقت، ده الكلام ده بقى لسه هنقوله في الايه في الرندر. لكن انا هرجع تاني من التاريخ هقفله وارجع تاني للسكان لاين ريندر. همسك الاضاءة القائمة اسمها اتموسفيرز اند ايه اند افكتس تمام. في الاتموسفير اند افكتس هقول له اد واقول له حط لي الفوليوم لايت. ده كان حاجه اسمها الفوليوم لايت تمام. هقول له السيت اب بتاع الفوليوم لايت، فتح لي حاجه كده اهي اسمها الفوليوم لايت. تعمل رندر كده حصل اوفر شوت في المشهد. لاحظين ان في اوفر شوت ايه في المشهد كبير، شايفين الشباك اهو والاضاءه كلها داخله في الايه المشهد بالمنظر ده. طب لو انا رجعت تاني الشادوهات بتاعتي ل ال ريت ال الشادو ماب رندرت تاني، بص حصل ايه بقى؟ حصل اكن الشمس داخله منين؟ اكن الشمس داخله من الشباك. اوكي طيب انا هحدد الاوضه دي، انا حاسس ان في اضاءه كده داخله في اوضه غريبه. هعلي الشل شوية
وحطيه ده عندك تاني عشان بس ايه لو في اي حاجة بتعدي من الفيرتكس بتاعة الأوضة. انا لما كبرت الشل الاضاءة ظبطت معايا. الفوليوم لايت هو عبارة عن اتموسفيرز افكت اللي احنا بنشوفها دايما اكن الشمس داخلة من الشباك. لو في شوية غبار او تراب في الأوضة بيبتدي ان الشمس بتبان اكنها ايه اشعة ريز. تمام. هنا البارامترز بتاعتها بقى جبتها من الحتة التانية برضو كده، ان انا بمسك الاضاءة وباجي في القائمة بتاعت بعد ما عملت اد وحطيت الفوليوم لايت هقول له ايه سيت اب. هنا بقى في السيت اب هقول له في السيت اب هقول له ايه، هقول له اول حاجة عندي الدنستي الكثافة، انا شايف ان الكثافة عالية جدا، لا انا هخلي الكثافة 3 او 2.5. تمام. لو جيت رندرت هشوف الكثافة هتلف اكتر من الكثافة اللي انا كنت شايفها المرة اللي فاتت، يبقى انا كده قللت الايه الكثافة. طيب كمان عندي لون الاضاءة. تمام. لون الامبيانت كولر، الامبيانت كولر لو انا شفت كده الصورة اللي فاتت هتلاقي ان الصورة جاية على زرقان شوية، اسمه الامبيانت كولر. لو انا غيرت الامبيانت كولر لاحمرار شوية كده يبقى الصورة تيجي على ايه على احمرار شوية. او سوري في مشكلة حصلت، خلاص ممكن نخليها زرقاء. لا في كده في حاجة حصلت. لا في حاجة احنا قلناها هنا ممكن نكون قلناها غصب عننا. تمام. كنت لعبنا في اللو اللي هو الكواليتي بتاعت الايه بتاعت الاضاءة. لو انا قلت له يوز امبيانت كولر وعملت رندر بقى هنا كده يبتدي يستخدم اللون الازرق اللي انا دخلته في الايه في السين بتاعي. لو انا قلت له نان ما يستخدمش اللون الازرق. في حاجة اسمها الفوك كولر اللي هو اللون بقى اللي داخل من الشباك ذات نفسه. لو انا قلت له كده لون ازرق يخش اللون باللون الازرق اللي انا عملته في الاضاءة، وطبعا يضرب في الاوضة كلها ان هو بيخش وينتشر في الايه في الغرفة كلها. في كمان عندي الفلتر شادو، لو انا قلت له لو كده يطلع بقى اللي احنا شفناه ده الصوره تبقى مبكسله كده. تمام. لو انا قلت له هاي تبقى احسن حاجه. في يوز رينج، يوز رينج دي لو انا قلت له ايه شلت كده الاوتو وعليت الليفلز ده رندرت، كل ما بعلي ده كل ما الرندر يبقى ابطا. بص بقى بطيء ازاي جدا بس بيطلع كواليتي في الايفكت احسن. ومن اسمه فوليوم لايت يعني هو بيبتدي يتحكم في ايه في الفوليومتريك بتاعت اللايت. طبعا في تحت كده كمان في حاجه اسمها اتنويشن، يبقى معنى كده ان ده ممكن اتحكم في ايه برضو في الديكي بتاعه، كام في المية في الستارت وكام في المية في الان زي ما شرحنا برضو في الايه في الاضاءة. ممكن احط نويز اكن بقى الخط اللي نازل ده مش هيبقى عادل، هيبقى فيه اضطراب. تعالى بس كده عشان الوقت الريندر هنقول له ايه هاي كده ونقول له اوت ونرندر تاني. لو انا بجيت في النويز عندي الاماونت كام ازود الاماونت اعلى حاجة واحد. تمام. لو انا زودت الاماونت كده ورندرت هتلاحظوا بصوا في ايه بقع ابتدت تبان معايا، شايفين البقعة الكبيرة دي والبقعة دي، دي بقعة ابتدت تبان معايا في النويز عشان كده انا زودت الاماونت بتاعي. في حاجه اسمها النوس ريشولد دي وانا قللت دي كده البقعه دي تبقى حجمها صغير، البقعه دي كانت كبيره صح، فهجيب اقصى حاجه كده واقل حاجه كده. تمام. لو جيت رندرت وفي بقى فراكتال وفي تيربولانت يعني في انواع النويز زي ما شفنا النويز اللي كنا حاطينها كمبايا على البامب واحنا بنرسم في الجلد مثلا في اول حاجه خدناها خاص بالستاندرد مكان. بص النويز هنا بقت عامله اكنها دخان بقى داخل مش الخطوط برضه بتاعت الايه بتاعت الشمس. لو شفنا التربلنت مثلا ورندرها كان ممكن نحط كل الصور دي في الرام بلاير عشان نعرف نقارن نعمل مقارنه بينهم كلهم.
ارتباط التربلنت طلعت بالمنظر ده. اوكي في برضو الانفرت بيبتدي يعكس الايه الاضاءه، يعني كانت دي ما كانتش بقعه، كان فيها ضوء تمام، ودي كانت بقعه كانت اسم، عكس بقى كلا دي البقعه وكلا دي الايه الاضاءه، عكس بس مكان الايه النويز، بقت اكنها داخله وفي دخان او في حاجه داخله من الشباك او حاجه، او الاوضه مثلا دي فيها دخان فبيبان لما تخش الشمس يبان الدخان بالمنظر ايه بالمنظر ده. في برضو اخر حاجه بقى هنا حاجه اسمها الويند افكت، انا ممكن اقول له باك ليفت، ده كده بديله تاثير للايه للويند، وهنا الويند ديستنس يعني الدخان ده ممكن يبقى فيه شويه هوا بيهزوه برضو تمام، بحط تاثير الويند عليه. طبعا بقيه البرامبرز طبعا بالبراكتس كده هتبان احسن. لو انا مش عايز اشيل بقى التسخين خلاص اقول له ريموف لايت، او اجي هنا واعمل ديليت، شلت التاثير بتاع الاتموسفيريك، لو جيت رندرت عادي راجع تاني بقى ايه زي الاصل. في حاجه تانية غير الفوليوم اب اسمها لينس افكت، لو قلت له اوكي ايه بقى اللينس افكت ده في السيت اب بتاعه، انا هحط مثلا ريز على اليمين كده بس كده، لو جيت رندرت وانا شايف الشمس هخلي دي برسبكتيف، بص عامل ايه في الشمس، عمل الايه الاشعه بتاعه الشمس، ممكن اقول له سيت اب ريز وجلو، لو جيت رندرت اشوف الريز والجلو، الجلو اللي هو اللي طالع في النص ده تمام، فيبان معايا اكن ايه الشمس واضحه هنا. لو جيت حطيت ريز وجلو وستار، كل ما تحط حاجه بقى اعمله براكتس، الباقي كله بقى ايه براكتس، ريز وجلو وستار كده، شايفين الستار اللي بانت دي تمام معانا ايه برضو في الشمس. طب لا الايفكت عالي قوي بتاع الستار، ممكن اقف على الستار انزل من تحت هلاقي البارامترز بتاعتها حاجه اسمها الستار اليمنت اهي تمام، برضه نفس الكلام الساس بتاعها لا كبير والله، انا عايز الساس بتاعها كام سم، لو جيت رندرت هتلاحظ ان الستار صغرت شويه تمام. طب انا صغرتها بس عايز كثافتها تقل، يبقى الانتنستي 10 او 5، هرندر كثافتها قلت. طب لو والله انا عايز الاشعه يبقى اقف على الريز، هلاحظ ان في قائمه طالعه تحت اسمها ريز اليمنت تمام، الريز اليمنت دي برضو عايزها السايز بتاعها يقل، والله عايزها تبقى 100 تمام، وعددهم نم يعني العدد عددهم 50 وكثافتهم شديده شويه 20. تعال نشوف الرندر الكلام ده كله، قل القطر بتاعها قل العدد بس تقلها او كثافتها ايه زادت. باللعب بقى في الارقام دي ممكن ناخد شمس ايه ظريفه قوي، او ناخد تاثير الفلاش مثلا طالع من كاميرا او اي حاجه من الحاجات دي، بناخدها عن طريق حاجه اسمها اتموسفيرك افكت. برضو لو ما عجبنيش الافكت بقول له ديليت من على الكيبورد. اخر حاجه عايزين نقولها نحمل كنترول زد، الكلام ده بان في السكان لاين صح اهو، لكن لو عملنا ريندر بالمنتر ري يجي يطلع لي سايد ايرور، الاتموسفيريك افكت ما بيبانش كتير مع السكان لاين لان هو قديم في الماكس مش جديد تمام، لكن الفوليوم لايت الفوليوم لايت واللينس افكت بيبانوا مع الايه مع السكان لاين، ما بيبانوش مع المنتر ري، يطلع لي رساله بيقول لي انا مش قادر اقرا الايه الماتيريالز مظبوط.